أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. أحبتي الصغار، اليوم لدينا القراءة أو حصة القراءة، أيضا تصفية الصعوبات. عندنا حرف الدال والضاد والسين والسين والصاد والذال ثم والضاد. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناة، فعلوا زر الجرس باش هكا كيوصلكم جميع الدروس اللي كندير. كان عندكم شي اقتراح أو شي تساؤل فخليوه لي في بلاصة التعليق، فأنا أحبتي الصغار أكيد كنقرا التعليق ديالكم. وما تنساوش تخليو لي جيم لهذا الفيديو هذا. إذا على بركة الله غادي نبداو الحصة ديالنا. إذا كيما كتشوفوا معايا هنا عندنا أقرأ، إذا عندنا حرف الدال وحرف الضاد. حرف ماذا؟ حرف الدال وحرف الضاد. إذا تابعوا معي، دا دا دا، ضو ضو ضو، دو دو دو، دن دن دن، ضن ضن ضن، دين دين دين. جميل. إذن ضمادة ضمادة ضمادة، ضف ديعن ضف ديعن ضف ديعن، منضادة منضادة منضادة، بعوض بعوض بعوض. إذا نعود القراءة، ضمادة ضفدع منضادة بعوض. إذا نقل الحروف كلمات، دابا غنتقلو باش نقراو الجملة. إذا أضع دميتي في المهدي فتغمض عينيها وتنام. أعيد، أضع دميتي في المهدي فتغمض عينيها وتنام. إذا نعود، أضع دميتي في المهدي فتغمض عينيها وتنام. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا دابا ننتقلوا للحرفين المواليين. إذا عندنا حرف السين وحرف الصاد. حرف السين وماذا؟ وحرف الصاد. إذا نقراو هاد المقاطع هادو أو الحروف. سا 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 سا، سن سن سن، صين صين صين، صو صو صو، سن سن سن. إذا جميل، دابا نشوفوا الكلمات. درس درس درس، مسوس مسوس مسوس، صوص صوص صوص، مصحف مصحف مصحف، والقرآن الكريم. إذا دابا نمشيو نقراو الجملة. تصافح ياسمين صديقتها سميرة بعد انتصارها. إذا تصافح ياسمين
صديقتها سميرة بعد انتصارها. إذا أعيد، تصافح ياسمين صديقتها سميرة بعد انتصارها. إذا كما كتشوفوا معايا هنا عندنا ياسمين وسميرة، إذا فهما لاعبتا تنس، إذا بعد فوز إحداهما تصافح الأخرى. جميل. إذا دابا أحبتي الصغار ننتقلوا نشوفوا الحرفين المواليين. إذا هنا عندنا حرف الذال وحرف الضاد، حرف الذال وحرف الضاد. إذا نقراو هاد المقاطع هادو: ذن 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 ذن، ذو ذو، ذي ظن ظن ظن، ذن ذن ذن، ظ ظ ظ. جميل. إذا بعد ما قرينا المقاطع غادي نمشيو نقراو الكلمات. مذياع مذياع مذياع، ظهر ظهر ظهر، ذهب ذهب ذهب، ظاهر ظاهر ظاهر. جميل. إذن شو دابا نقراو الجملة. ظهر هذا الفارس الصغير ممتطيا، ظهر هذا الفرس. إذن هذا هو الصغير اللي هو الفارس، إذا ممتطيا أو ركب، إذا ظهر الفرس اللي هو هذا. جميل. إذا نعاودو نقراو. إذا ظهر هذا الفارس الصغير ممتطيا، ظهر هذا الفرس. أعيد، ظهر هذا الفارس الصغير ممتطيا، ظهر هذا الفرس. اذا احسنتم احبتي الصغار، بهكا كنكونوا سالينا الحصه ديال اليوم. ما تنساوش اليوم مشتركش عندي في القناه، اشترك فعلوا زر الجرس باش هكا كيوصلكم جميع الدروس. كان عندكم شي اقتراح او شي تساؤل فخليوه لي في بلاصه التعليق احبتي الصغار، فانا اكيد اكيد كنقرا جميع التعليق لكم. اذا دمتم في رعايه الله، الى اللقاء في الحصه المجيه ان شاء الله.